صباح الكريم يا رجاله. الف سلامه الف سلامه يا استاذ. لو سمحت مرلي الاكل حلو جدا بالهنا والشفا. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف حساب كام. انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني؟ كل سنه وانت طيب، حط فلوسك في جيبك، رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت، عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 1 2. يا 0 1 2 5. اوكي. اوه يا 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 اونلي وان ليفت. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا خير يا باشا. نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني، متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ ايه ناقصه؟ طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد يا حاج، خد يا حاج، خد يا حاج، خد خد انا. تعالى خد انت. تعالى انت. بقول لك تعالى خد. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اتملى، فقلت انزل اوزع اللحم. بوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمة. انا اسمي مصري. اوكي. انما انا اصلا امريكان. اهو انا امريكان. وايه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهره ضد امريكا. يعني انت جاي من امريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكايه. هو انا اللي حصل يعني بصراحه. كمان انا كنتش متخيل ابدا ان الناس هنا كده بتكره امريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب انت مصريه؟ طيب ممكن اسالك على حاجه؟ انا عايز اروح اي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربيه وانا اوريك ان المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو. وده اعمل لو سمحت. لا انت غلبان. كلنا غلابه لله. طيب اتفضل. ربنا يديك الصحه. فيك شر البلاوي، فيك شر من يزيك يا ابني. يديك الصحه. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا. هاي. الو، اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات؟ مظبوط يا فندم. رايت. اوكي. طيب ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركه اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون، في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي. سوري. اوكي. نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي، اي وانا ميك كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت. وكمان عايز ازازه ميه. ازازه الميه بجنيه ونص عندك في الثلاجه هنا. اوكي. ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. بس الرقم ده ناقص نمره. يا اي نو، انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ. ايه النمره عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3، احتمال 4، لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمه؟ يعني انا هجرب يعني، بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه رابطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو؟ ممكن اتكلم راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد.
هلو هلو، اكلم راضي. راضي اقفل يا هبل. منين؟ اكلم راضي لو سمحت. طب ما تنفعش يا عبير. ثلاثة. هلو هلو، اكلم راضي. اكلم راضي، بطل معكسات ياض يا ابني. أربعة. اكلم راضي. خمسة. ترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي. اقفل يا عيل يا جسمة. ثمانية. هاي. ايوه راضي. مين معاك؟ راضي، انا مصري. ايه يا ما كلنا مصريين. بدور عليك. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع المايه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي، انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي، زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما نشوف انا هعمل ايه؟ اوكي، ابوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط، أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب اشرب قبل الأذان، اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد. آه والله. يا yeah. سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده أنا عطشان أوي. اه طب بقول لك ايه، الكاميرا والشنطه بتاعتي في ايه؟ معايا. اركب. ثانك يو. وطبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخنا. لا طبعا فاكر، هنا في القاهره. بقالنا ساعة بنلف، عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها. اعمل ايه بس الشوارع كلها شكلها متغير، انا مش فاكر ولا شارع. انا افتكرت حاجة، كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حراتي ولا مدمس؟ انت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعا، وكان بيعدي كل يوم كمان. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم اه ويوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانية. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ده تسيت يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ اه طبعا طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعه هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العماره بتاعتنا. ايه دي؟ انت متاكد؟ طبعا راضي متاكد، انا انسى اي حاجه في الدنيا الا العماره اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. ثانك يو سو ماتش. ويا ريتك ما كبرت. سلام. ثانك يو راضي. اوكي مان، اوكي تيك ات ايزي. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. ها excuse me مهموز، excuse me مهموز مهموز. اوكي. اوه ماي جاد، واو. يا جاد. لو سمحت، مش دي عمارة ستة؟ دي عمارة 26. اه ما هو عدى 20 سنة اكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. اوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. يا عجزت قوي.